مشاهدينا أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت للكل. في حلقة هذا المساء ونتابع فيها ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني بعد مرور أكثر من 100 يوم ارتكبت فيها دولة الاحتلال آلاف المجازر في هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية. وسجل خلال الأسبوع الماضي يوم وحدث تاريخي في تاريخ القضية الفلسطينية ومثول دولة الاحتلال عمليا ووقوفها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولكن سؤال الحلقة المطروح ومحاورها للنقاش: ماذا تريد دولة الاحتلال؟ ماذا تريد إسرائيل من المنطقة العربية، من دولنا العربية بعد مضي سنوات وعقود طويلة على هذا الاحتلال لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني منذ النكبة وصولا إلى العام 2024، وما زالت الحرب مستمرة، وما زال العدوان مستمر، وما زالت أيضا مخططات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين على طاولة البحث لدى الساسة والجنرالات في حكومة الحرب الإسرائيلية. بالتأكيد زميلي خميس حقيقة وباقي زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، مساء الخير عليكم وعلى كل من يتابعنا من خلال أربع شاشات، هي شاشة القناة العراقية والقناة الأردنية والفلسطينية والمصرية. حقيقة الوضع المحزن والمستمر للحرب ضد غزة وفي فلسطين واستمرار قوافل الشهداء من النساء والأطفال والرجال يضع هناك آلاف علامات الاستفهام على هذه الحرب المستمرة على أمد طويل، وسكوت عجيب وغريب لمنظمات عالمية ودول عالمية حقيقة لا توقف هذه الحرب البشعة الإجرامية، لكن كتب على أراضينا العربية وبلداننا العربية بأن تكون محط أنظار للغزاة والمحتلين بسبب كثير من التفصيلات المهمة، تكون موقع جغرافي، الخيرات المتواجدة في هذه البلدان، فتكون محط أنظار هذه الدول. لكن في الحقيقة التاريخ يكتب ويسجل، ونحن نعرف بأن التاريخ لسان طويل يتحدث عن كثير من التفصيلات، كثير من البلدان العربية التي تعرضت للاحتلال من دول غازية حاولت السيطرة على هذه البلدان، لكن المواطن أو الإنسان العربي في جميع البلدان العربية هو قادر على الصمود والتحدي وتحرير أراضي. كثير من الروايات كتبت والكتب والتاريخ يسجل هذه الأحداث المهمة في شواهد تكون عيان للعالم أجمع. فحقيقة نحن كعرب مؤمنون بأن القضية الفلسطينية ستنتصر كما وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه، رابطوا من خلال هذه المرابطة ورباطة الجأش المستمرة، فأن هناك شمس ستشرق على فلسطين وتعود هذه الأرض المباركة إلى أهل وشعب فلسطين الأبي الذي ضحى بدمائه ورسم خارطة للطريق جديدة بدماء أبنائه وشهدائه. ولكن من يتعظ من دول الاحتلال التي تحاول السيطرة على فلسطين وتحاول أن تجرف الأراضي وتحاول السيطرة وتحاول أن تعبث في الأرض فسادا، لكن إن شاء الله النصر حليف الأخوة في فلسطين، شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر، إن شاء الله تكون مجريات الأحداث في المستقبل بأن تعود هذه الأرض المباركة إلى شعبنا في فلسطين بالتأكيد. صحيح جدا يا أحمد، نحن منذ سنوات ونحن نحذر من الخبايا والنوايا الخاصة بإسرائيل وبهذا المحتل الغاشم، والحقيقة يعني يمكن وجودنا ووجود بيت للكل في فلسطين تصويرا يجوب الأماكن الكثيرة، كنا نرى بأعيننا كيف تكون الغطرسة وكيف يكون الذعر داخل المستوطنات، وماذا يفعل المستوطن الذي يتعامل دائما مع الأرض وبخوف وحذر لأنه يعرف أنها أرض محتلة وهو أيضا محتل. ما يحدث في قطاع غزة وأيضا تفاقم الوضع الإنساني، ارتفاع عدد الشهداء كل يوم والمصابين، هذا الوضع لا يقلق إسرائيل أبدا ولا يرون فيه أي إنسانية، وربما حتى هذه الأرقام لا تقلقهم، حتى مع بعض المساعي الدولية التي حاولت بعد هذا الوضع الإنساني الكارثي أن يتم وقف الإطلاق النار، وأيضا مع الهدن التي حاولت منها مصر ودول كثيرة أن يكون هناك وضع إنساني لأهالي غزة.
ولكن تظل إسرائيل بهذه الغطرسة طول الوقت، وأيضا تظل ترى هذا الوضع اللا إنساني ولا تتفاعل معه بأي إنسانية. وما علينا إلا أن نكشف دائما ونقدم الحقائق كما هي، لأنه هذا هو السلاح الذي يمتلكه الإعلام المهني المحترم. لانا؟ نعم شافكي، نحن هنا في بيت للكل نترافع عن قضية أخلاقية وإنسانية، يظن البعض أنها بدأت قبل 3 أشهر، وهذا الظن خاطئ، لأنها بدأت قبل 76 عاما من التنكيل ومن الإجرام ومن سلب الحقوق ومن ترحيل أهالي فلسطين من بيوتهم ومن أراضيهم، وهم أصحاب الحق. نحن هنا اليوم نتحدث وفي فلسطين هنالك يقتل الآن طفل، وتذبح النساء، وتنتهك أيضا كافة الحقوق والأعراف الإنسانية على أرض غزة. ونحن هنا أيضا في بيت للكل دائما نتحدث عن غزة حتى يؤرق الإعلام النزيه والحق والحقيقة تلك الرواية الإسرائيلية من التضليل ومن التكذيب. مستمرون في بيت للكل للحديث عن الحق في فلسطين وعن الانتهاكات والجرائم في غزة إلى أن تتوقف تلك الحرب.